مازافن تارارام مازافن مازافن كل آخر كلمة اختموا لي إياها مازافن رح نعطيكم مزور أفضل خلوها كتير قاسي سيري وانفتحت مازافن بعد في حدا منكم بعده ما كتير متأكد من مازافن ماذا عم تركب معكم مازافن مازافن أخي تكون الفان شوي عم ترن أيوة هيها من الليلة صفحة جديدة بحياتي قد ما أنا أكيد بأنه رح تكون صفحة أجمل قد ما أنا أكيد بأنه ما رح اشتاق لكم ولا رح تشتاقولي لأنه إن شاء الله الغيبة ما رح تطول بس على الأكيد رح اشتاق لهالاستوديو ورح اشتاق لكمبيوتر سيري وانفتحت لابتوب سيري وانفتحت اللي بوقت من الأوقات صار أشهر مني وأصبح لثورة تكنولوجيا المعلومات صورة على الشاشة مع أول كمبيوتر محمول يظهر على التلفزيون اللبناني والعربي في الأول من آذار 1996 في نهاية العام 1999 ظهر اللابتوب الرمادي في حملة إعلانية مكثفة للإعلان عن انتقال زافن من تلفزيون لبنان إلى تلفزيون مستقبل بعد انتقاله بأشهر إلى تلفزيون مستقبل سرق اللابتوب من سيارة زافن ودخل مخفر حبيش في تقرير أمني عن شكوى سرقة هالكمبيوتر أو اللابتوب اللي تعودتوا تشوفوه معي من 96 يعني من 4 سنين انسرق من سيارتي مع كثير من الفايلات والمستندات الخاصة فيي وبالحلقات المقبلة من سيري وانفتح اللابتوب بعد ما رجع بدنا نطلب من الحرامي بما انه الملف القضية ضايع فبدنا نطلب منه يجي يشرفنا على الاستوديو تركنا له كرسي فاضي ساعة اللي بيحب يجي في يجي ويقعد ويقلنا اول شيء ليه سرق وشو عم يعمل باللابتوب خاصة الكرسي بقيت فارغة ولم يظهر السارق الذي ترك الاوراق الثبوتية والمال الموجود في الحقيبة في احد المواقف العامة لقينا شنطة بالأرض مرمية ما قربنا لا يخبنا يكون فيها مسجلة شغلة يعني في العام 2001 أوصل اللابتوب بشبكة الإنترنت وصار زافن يستقبل الرسائل الإلكترونية مباشرة على الهواء للمرة الأولى في نفس العام تم إطلاق موقع zavanonline.com وهو أول موقع إلكتروني عربي متفاعل على شبكة الإنترنت يرتبط ببرنامج تلفزيوني حواري وأنا بسرعة بدي أنتقل لهونيك لأنه كمان اللابتوب جايبينه جديد واشتقت له مش قادر كتير فارقه هاليومين وهكذا من مجرد لوحة للقراءة صار لابتوب سيري وانفتحت أداة تواصل بين زافن والمشاهدين خلال أوقات البرنامج أو في جلسات حوار يومية وأسبوعية مفتوحة مساء الخير انا كثير مبسوط انه انضميتوا لزافن اونلاين هلا هالمره لاول مره رح نكون من بيتي هيدا بيتي ومش من الاستوديو بقى مساء الخير هون رح اقعد ورح نتواصل معكم من هلا لحوالي شي 3 ساعات في اذار 2006 سرق اللابتوب من جديد وكانت لحظه وداعيه مؤثره لم يستجب معها السارق أنا الليلة رح اكتفي بوضع هالوردة البيضة محل اللابتوب أنت رسمياً أول اتصال سكايب بالعالم العربي تفضل شو عندك شي تقوله دخل سكايب البرنامج وصار التواصل مع المشاهدين بالصوت والصورة واستخدم زافن كمبيوتر الجيب الذي اشتهر في أحد أفلام جيمس بوند الأخيرة إلا أن صغر حجمه غير المريح أعاد اللابتوب إلى الشاشة مساء الخير بكرة يمكن نشوفك بالحلقة ماسك الكبير شوي ماسك آيباد أخيرا خليني أقول لحالي مبروك ومنه مجرد لعبة باليد إله شغل إنها ساعة الفراق التي يبدو أنها دقت على زغل وصلنا للنهاية خلص الوقت وخلص البرنامج بس بعد في كتير حكي وكل الحكي رح نختصره بنكته ثلاث نكات رافقت زافن خلال عقدين من ظهوره التلفزيوني رددتها ثلاثة أجيال من المشاهدين النكتة الأولى نكتة زمن زميلنا زافن قيوم جيان لم يكن لظهور أول مذيع أرمني على الشاشة أن يمر مرور الكرام
على وزن زمان شاعت عبارة من زفان ما شفناك بداية التسعينات، وباتت نكتة زمان الأهلة وسهلة التي يستقبل بها زفان أينما كان. زفان أنا بعرفه من زمان. في العام 1996 انتقل زمان من مراسل اسمه غريب على الشاشة اللبنانية الصغيرة إلى مقدم برامج يضع أمامه علبة غريبة. كان الكمبيوتر ما يزال جديدا، فكيف بهذا الشيء الذي اعتقده غالبية المشاهدين آلة تسجيل؟ لو بتسأل الكمبيوتر هيدا مش بورتابل؟ صاروا سأليني هالسؤال كذا مرة، ولكن بما أنه حلقتنا اليوم عن الفضايح رح أفضح حالي وقلك أنه هيدا بصراحة مش كمبيوتر، هيدا شنطة للعدة للمفاتيح. يعني فيك تشوف، ممكن إذا بما أنه فضحنا رح نشوف أنه هيدا شنطة المفاتيح. عبر السنوات كبر لابتوب زفان وصغر وتغير شكله وحجمه ونوعه، وماتت نقطة الشنطة، صارت من طرائف ما قبل التكنولوجيا. بدك تضحك، بس كنت دائما يلفتني انك من اول ما بلشت كان معك لابتوب، شايف؟ كان عنده لابتوب وكان شغلة جديدة، وصرت كل ما يمرق الوقت كل ما يصغر اللابتوب. النقطة الثالثة هي طبعا نقطة شو حسيت، الأكثر ارتباطا بزفان. شو بتحس هلا؟ شو بحس؟ بحس بشو؟ هذا السؤال في العام 1996 لم يحير الضيف فقط، بل حير المشاهدين أيضا. جعل زفان المشاعر أولوية حواراته على الشاشة، لم يكن مهتما بالمعلومة بقدر اهتمامه بما يرافقها من شعور إنساني. سوزي، شو حسيتي وقت بيك قتل امك وذبح ستك وجدك وعوس اخواتك الصغار قدام عيونك وكب حاله من الشباك؟ زعلتي بهيك؟ بعد الفنان الكوميدي فادر عايدي في الكوميدي نايت 2، صار سكتش زفان القاسم المشترك بين البرامج الفكاهية كلها على الشاشة والمسرح. تنوع أبطال شو حسيت من معمر القذافي إلى ضحايا زلزال اليابان. زفان، وآمل ألا يشطب هذه الجملة الأخيرة من التقرير الأخير في سيري وانفتحت، زفان هو واحد من التلفزيونيين القلائل جدا في العالم العربي الذين صاروا سؤالا، والأجمل أنه سؤال عن المشاعر المكبوتة التي يحاول الربيع العربي إخراجها عن صمتها. زفان، شو حسيت بعد اخر تقرير بسيري وانفتحت؟ شو حسيت زوزو وقتها طلعت محت لعجرك وقطشت لك هون انوجعت بهيك؟ اذا باخر حلقه بالكم تسالوني شو حسيت انا وعم اقدم اخر حلقه من سيري وانفتحت، حسيت اني زعلان. اللي بحب لكم اياه بختام سيري وانفتحت هو شكرا. شكرا على ثقتكم، على وفائكم، وعلى طول بالكم. بس احكي عن سيرة وانفتحت ما عم بحكي عن مجرد برنامج على التلفزيون، وانما عم بحكي عن 13 سنة من حياتي ومن حياتكم، من احلام وافكار وخيبات مشتركة عشناها سوا بهالستوديو. ولا مرة كنت حاسس بالفخر والسعادة والحظ قد ما انا حاسس هلأ، وخاصة بحس اني محظوظ بفريق عمل محترف رفقني كل هالسنين وآمن فيي. لكل فريق سيرة وانفتحت على مر السنوات شكرا. وخاصة الشكر الكبير لرويدة كرم والمخرج الدكتور عدنان ياسين. كمان الشكر الكبير لإدارة تلفزيون مستقبل اللي لولاها كانت السيرة اتسكرت من زمان. بالختام، ومع أن الحلقة الأخيرة، رح قلكن مثل ما بقلكن دايما وكل جمعة، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة هي حلقة ما بعد الحلقة الأخيرة من سيرة وانفتحت. دائما في فرصة تانية بالحياة، ما هيك؟ إلى اللقاء.